شكرا جزيلا، وبعتذر مرة ثانية عن الظهور المتكرر، أنا آسف جدا، وبحييكم على الصمود لغاية دلوقتي. هنحاول بقى نغير الريتم بتاع السيشن شوية، وهنروح على innovative modalities for treatment of diabetes. والحقيقة إن كل تعريف الدايابيتس as a vascular disease ده متفق عليه، يعني diabetes is a cardiovascular disease, it is a coronary artery disease equivalent, والcomplications بتاعت cardiovascular complications والmortality related to diabetes are well evidenced. المحاضرة دي تبع شركة إيبا، وبرضو جاهز السلايدز والماتيريال. أبانوب موجود؟ أبانوب مش موجود. Okay. متفقين على ان الكارديوفاسكولار كومبليكيشنز اوف دايابيتس ار ذا ميجور كوز اوف موربيديتي اند مورتاليتي ان دايابيتيك بوبوليشن، والدايابيتس بروفايد ديستينكت موديل فور كرونيك ديزيز اللي هو في كارديوفاسكولار كومبليكيشنز، والفاكتورز اللي هي ليدنج تو كارديوفاسكولار موربيديتيز ومورتاليتي في الدايابيتس ار سو ماني، انكلودنج ميتابوليك فاكتورز، هرمونال فاكتورز، هيومورال فاكتورز، اند هيموداينامك فاكتورز. الكومبليكيشنز دي بتبتدي فيري ايرلي ايفن بيفور ذا ديفلوبمنت اوف دايابيتس، يعني مع بدايه الانسولين ريزيستنس. احنا عارفين دايابيتس تايب 2 دايابيتس يعني جينيتيكالي بريدسبوزيشن مع انفيرومنتال فاكتورز اللي هي اما سيدنتري لايف والاوبيزيتي واللاك اوف اكسرسايز بلس الاذر كوموربيديتيز. ف فيري ايرلي بيفور ذا ديفلوبمنت اوف دايابيتس مع بدايه الانسولين ريزيستنس بيبتدي المايكرو and macrovascular complications. And it progresses, يعني تقريبا at presentation 50% من ال patients بتوع type 2 diabetes بيبقى عندهم some sort of cardiovascular complications, والمورتاليتي نتيجة cardiovascular disease may reach up to 75% in patients with type 2 diabetes. ولو شفنا يعني generally speaking دي في يعني أكثر من حوالي 820 ألف دي meta analysis فيها 97 prospective studies وحوالي 820 ألف population، والmajor cause of this was the vascular causes followed by non-vascular, non-cancer diseases اللي هي برضو لها relation للdiabetes زي الinfection والtrauma وهكذا، وأقل من كده الcancer patients and unknown causes for death. الكوموربيديتيز اللي موجوده مع الدايابيتس، الموست فريكوينت كوموربيديتيز الهايبرتنشن تقريبا 70%، هايبر ليبيديميا 60%، الاوبيزيتي 45%، كرونيك كيدني ديزيز 33%، رينال فيلير 28%، واذر كارديو فاسكولار ديزيز 23%. وفي كومبينيشنز من الكوموربيديتيز دي، يعني الهايبرتنشن مع الهايبر ليبيديميا حوالي 45%، هايبرتنشن مع الاوبيزيتي حوالي 35%، هايبرتنشن مع السي بي دي 28% اند سو اون. فالكومبينيشن اوف كوموربيديتيز ده برضه بيبقى له افكت على الموربيديتي اند مورتاليتي، وكل ما زاد النمبر اوف الكوموربيديتيز كل ما زاد الهازارد ريشيو وزاد الريسك of morbidity and mortality. يعني لو diabetes مع stroke مع MI ده ال highest hazard ratio، لو stroke و MI بس يبقى في hazard ratio عالي بس أقل شوية من الثلاثي الأولاني and so on. لو جينا للكوست، الكوست حسب الاستيميشن بتاع ال IDF في 2021 تقريبا 1 تريليون دولارز. 1 تريليون دولارز ار ذا اكسبندتشر اوف دايابيتس في اليو اس اي او في بروبابلي جلوبال. والكوست دي لو قسمناها هنلاقي الهوسبيتال ادمشنز او الان بيشنت كير حوالي 30%، الادويه بتاعت السكر حوالي 30% برضه، سوري دي الانتي الميديكيشنز بتاعت الكوموربيديتيز يعني الهايبرتنشن والديسليبيديميا والاذر اسوشيتد كونديشنز، والانتي دايابيتيك دراجز حوالي 15%، واقل جزء في التكلفه هي التكلفه بتاعه الفيزيشنز يعني البريسكريبشنز او الاوفيس فيزيتس للدايابيتولوجيست والانترنست بس 13%. الباثوجينيسيس اوف كارديوفاسكولار كومبليكيشنز اوف دايابيتس ار سو ماني،
يعني الانسولين ريزيستنس مع الهايبرجلاسيميا والديسليبيديميا. الهايبرجلاسيميا لوحدها بتؤدي الى انكريز ادفانس جلايكيشن ان ذا برودكتس وبروتين كاينيز سي وبوليول باث واي وهكسوزامين باث واي، والثلاثه مع بعض هيعملوا اوكسيديتيف ستريس وانفلاميشن، اند ثرو ديكريز ذا بروستاسايكلين سنسيتيز اند ديكريز ذا نايتريك اوكسايد سنسيتيز and the vascular calcification and the collagen deposition. The end result of all these factors will be endothelial dysfunction resulting in micro and macrovascular complications. وكان في دراسة ظريفة جدا اتعملت ما بين الكوريليشن ما بين الفاستنج بلاد جلوكوز والكانسر ديس او فاسكولار ديس او نان كانسر نان فاسكولار ديس، وفي بوزيتيف كوريليشن بين فاستنج بلاد جلوكوز اند كانسر ديس. The higher the fasting blood glucose, the higher the percentage of cancer. احنا عارفين ان الكانسر ممكن الايتيولوجي بتاعه يكون انسولين ريزيستنس، والانسولين ريزيستنس بيزود الانسولين لايك جروث فاكتور، والانسولين لايك جروث فاكتور از تيومروجينيك. النون كانسر نون فاسكولار ديسيز اللي هي ممكن يكون ليها برضه علاقه بالدايبيتس زي الانفكشن وكده، برضه بتتناسب طرديا مع الفاستنج بلاد جلوكوز. And the same for vascular death. وهنا بقى في حاجة يعني شوية تستاهل الانتباه، يعني إن في الأول لما كان البلد جلوكوز أقل من 70 كان فيه برضو higher risk of mortality في الـ patients دول. يعني الـ optimal blood glucose أو الـ optimal fasting blood glucose يبقى من 70 لغاية 140. أقل من 70 يبقى فيه risk of hypoglycemia، وريسك اوف هايبوغلايسيميا انكريزز ذا كارديوفاسكولار موربيديتي اند مورتاليتي. عشان كده الكيرف يعني يو شيبد شويه. ولو شفنا الدايابيتيك بيشنتس الديفرنت كوز اوف ذس هنلاقي الاسكيميك هارت ديزيز نمبر 1 فولود باي اذر هاند هارت كونديشنز زين ستروك زين دايابيتس ريليتد كومبليكيشنز اند كانسر اند انفكشن اند اذر كوزز. والكومبينيشن اوف ذا ريسك فاكتورز بيزود الكارديوفاسكولار موربيديتي اند مورتاليتي. يعني لو ما فيش اذر ريسك فاكتورز زي الكولومن الاولاني هيبقى الريسك اقل، لو في 1 ريسك فاكتور هيبقى الكولومن اعلى شويه، 2 ريسك فاكتورز از هاير اند 3 ريسك فاكتورز از هاير. طيب احنا بقى لما عملنا جلايسيميك كنترول وعالجنا الدايابيتس ديد وي يعني ريتش اور تارجت، يعني قللنا الكارديوفاسكولار كومبليكيشنز؟ التو فيموس ستاديز اليو كي بي دي اس والادفانس. في اليو كي بي دي اس البنفيت على المايكروفاسكولار كومبليكيشنز ووز ايفيدنت، يعني كان الاول كوز مورتاليتي قلت حوالي 6%، ما كانتش سيجنيفيكانت، لكن الدايابيتس ريليتد ديسز برضه ما كانتش سيجنيفيكانت. كل المايكروفاسكولار كومبليكيشنز وير نوت ستاتستيكالي سيجنيفيكانت. مايوكارد انفاركشن بالرغم من انه قل 16% بس برضه ما كانش ستاتستيكالي سيجنيفيكانت. لو بصينا على نفس الكولم ده اخر حاجه، اخر كولم اللي هو الاني دايابيتس ريليتد اند بوينت، ال 12% ال 12% كانت سيجنيفيكانت و 16% نون سيجنيفيكانت، ومحدش يقول ازاي لان انا مش عارف. لو معانا ستاتستيشن يبقى يقدر يقول لنا ايه الحكايه، بس هي ليها علاقه بالستاتستكس والحسابات. يعني في الادفانس برضو الافكت على الماكروفاسكولار كومبليكيشنز واز نوت ايفيدنت، وبالتالي يبقى الموضوع احنا مش بنعالج الروت اوف ذا بروبلم، احنا مش بنعالج سبب المشكله. في يعني كوزاتيف فاكتورز وي ار نوت تريتنج، احنا بنعالج بس ما هو ما يبدو على السطح، ذا تيب اوف ذا ايسبرج. بنعالج بس الهايبرجلايسيميا which is a sign of diabetes. We are not treating the root, the cause of diabetes. وبالتالي نحن نحتاج إلى innovative treatment for diabetes to reduce or avoid cardiovascular morbidity and mortality. والناس الحقيقة بدأوا يشتغلوا على الحتة دي كتير، وفي accumulating evidence حسب اللي حضره لنا أبانوك على الكوانزيم كيوتين في حوالي 464 randomized controlled trial ما بين 58 لغايه 2022، وعلى المغنيسيوم في حوالي 2600 وشويه trial ما بين 64 لغايه 2021. يعني the evidence is accumulating. ولو استعرضنا بعض الايفيدنسز دي
يعني الدراسة دي على الأورال ماجنيزيوم سبلمنتيشن وبيحسن الانسولين سنسيتيفيتي والميتابوليك كنترول، كونزايم 10 والإفكت على الانسولين ريزيستنس، أورال ماجنيزيوم سبلمنتيشن والانسولين سنسيتيفيتي اند ميتابوليك كنترول، الكونزايم كيو 10 اجين ان بيشنتس وذ كرونيك كيدني ديزيز، البنفوتيامين بلوكينج ذا ميجور باث ويز فور هايبر جلايسيميا اندوس ذا دامج، الثيامين اند البنفوتيامين والفاسكولار سيل كلتشر ان هاي جلوكوز، فيها حاجات كتير انيمال اكسبيرمنت وفيها حاجات هيومن، الكونزايم كيو 10 سبلمنتيشن اجين والريدكشن اوف اوكسيديتيف ستريس، مغنيسيوم والاوكسيديتيف ستريس، البنفوتيامين سبلمنتيشن والاوكسيديتيف ستريس في الانتيريور تيبيالز ماسل اند هارت، ده برضه انيمال اكسبيرمنت. الكونزايم كيو 10 اجين ثيرابي دي ريفيو ارتكل، مغنيسيوم في الديزيز ستيت والكلينيكال، ده منشوره في الكلينيكال كيدني جورنال، المغنيسيوم والموديفاينج اوف اندوثيليال سيل بيهيفير، كونزايم كيو 10 ونيتريك اوكسيد ديبندنت دايلاتيشن اوف ثوراسيك اورتا، مغنيسيوم والكاونتر اكشن اوف ذا فاسكولار كالسيفيكيشن، كونزايم كيو 10 والكارديو فاسكولار ديزيز and so on. A lot of evidence. ملخص كل الدراسات دي ان المغنيسيوم بيقلل الكالسيوم، بيعمل كالسيوم انتاجونيزم وبالتالي بيقلل بيقلل الارتيريال كالسيفيكيشن او البيسيك كالسيفيكيشن وبيزود النيتريك اوكسيد، والاند ريزلت بيبقى امبروفد اندوثيليال فانكشن اند ديكريز اندوثيليال ديس فانكشن اند فاسكولار دايلاتيشن. الكونزايم كيو 10 بيشتغل على الاوكسيديتيف ستريس وعلى الرياكتيف اوكسجين سبيشيز وبيقلل الاوكسيديتيف ستريس ويقلل الكولاجين ديبوزيشن وبيحسن الميتوكوندريال فانكشن، والبنفوتيامين بيشتغل على الهايبو على الهايبر جلايسيميك دامج، البوليول باسواي والهكسوزامين باسواي والحاجات دي. فلو لقينا حاجه فيها الثلاثه دول وحطينا معاهم كمان فيتامين بي، لان احنا عارفين ان احنا بنستخدم الميتفورمين اولموست فور ايفري بيشنت، وفيتامين بي الميتفورمين بي افكت ذا ابزوربشن اوف فيتامين بي، بره زي ريكومند ان احنا نعمل ريجولار تيستينج فور فيتامين بي، لكن احنا عشان الكوست فاكتور هنا احنا ممكن كل العينين اللي ماشيين على الميتفورمين بنديهم فيتامين دي سبلمنتيشن. لو حطينا الفيتامين دي سبلمنتيشن مع الثلاثه اللي قلناهم دول الكوانزايم كيو 10 والبنفوتيامين والمغنيسيوم، ده ماي بروديوس ا جود فورمولا فور تاكلينج الكارديو فاسكولار كوموربيديتي.